السلام عليكم طلاب. Our lectures about secondary battery. بالمحاضرات السابقة احنا شفنا انه secondary battery لقينا من الملاحظات can be recharged. can be recharged يعني يمكن شحنها. هسه السؤال كيف يمكن شحنها؟ هنا عندنا السؤال how charged it, how charged the secondary battery. ممكن السؤال الجواب هنا يكون حاطت لكم اني كلمة answer to recharge it in electric current is needed to flow in the opposite direction to the discharge current. نعم واللي وضحته هنا على الصبورة اعطيت رمز I هو الكورنت التيار I flow التيار المنساب يكون opposite direction بالاتجاه المعاكس to what للتيار discharge للتيار discharge I discharge لل تيار التفريغ. تيار مساب يكون باتجاه معاكس لتيار التفريغ. هنا نجي do you know عندنا بالاخضر نوضحها do you know بالاخضر do you know هنا اللي هي بالاخضر مكتوبه exhausting a large quantity of electric current in a short time will storm the edge of the cell. يقول سحب كميه عالية من التيار في فترة زمنية قصيرة يقصر عمر الخلية. So it is preferable to use it to supply small current in interval. ولذلك نفضل استعمالها لتجهيز تيارات صغيرة المقدار وبصورة متقطعة. At the same time storing it for a long time will make it less efficient. وكذلك خزنها لفترة طويلة يقلل من كفاءتها. يعني هاي معلومات كنا نعرفها عنها. هسه الكاميرا يا ريت على الصبورة على البورد هنا نجي نشوف اللي الشغلات اللي متكونة من عدها الخلية. أول شيء الرسم البلكتاب, يعني هذا الرسم البلكتاب اللي حاطه هو حبيت انه بس اراويكم اياه من متكونه بلاستيك كفر غطاء من البلاستيك بولص الاقطاب كونتينر الوعاء طبعا اكيد وعاء بلاستيكي سيل خلايا ليد اوكسايد بوردز عندنا ثاني اكسيد الرصاص وعندنا ليد بوردز واقطاب من الرصاص. هسه راح نوضحها على الصبوره هسه راح توضح على الصبورة. عندنا قلنا كل باتري consist of what? Positive pole acting by what هنا أنا. PbO2 يعني ثاني أكسيد الرصاص. عندك ثاني أكسيد الرصاص بوردز ليد أوكسيد ديوكسيد بوردز dioxide borders borders lead dioxide borders this facing تقابل negative pole acting by what lead الرصاص borders of lead both of them sink in solution. كلاهما نغطسهم وين بالsolution. is solution acting by what عندنا solution اللي هو what اللي عندنا اللي هو متكون منين من حامض الكبريت السوليوشن حامض الكبريتيك اللي هو سيلفريك اسيد اند H2O والماء بس هنا الماء يكون ديستيلد ووتر ماء مقطر سيلفريك اسيد اند ديستيلد ووتر. This solution with هذا السوليوشن هذا المحلول with relative density بكثافته النسبية equal 1.3 كثافته النسبية تساوي 1.3 approximately تقريبا approximately 1.3. هذه المعلومات اللي حوله اللي من يعني تتكون من هو القطب من الذي يمثل القطب الموجب positive pool and negative pool and solution with solution with a relative density equal 1.3. نجي هسه المعلومات اللي نجي
من كم يعني هذا الكارباتيس كم خلية بيها؟ consist of what؟ الكاميرا يا ريت هنا على 6 cells consist of what؟ سويناها على شكل فراغ على يعني عرفه تبهي لها طالب. consist of 6 cells تكون من 6 خلايا تربط بأي طريقة connected in any way connected in series على التوالي. each cell generated what؟ 2 volt. كل خلية شو تولد لي؟ 2 فولت. 6 خلايا تولد لي 2 فولت. إذا فولتية الكلية في حالة تمام الشحن 12 فولت. ممكن سؤال the car battery supply 12 فولت وين؟ متى؟ متى car battery supply 12 فولت؟ when the battery is fully charged لما تكون تمت الشحن supply 12 فولت when the battery is fully charged. هذا كل ما لدينا حول مكونات car batteries. and now راح نشرح charged battery شحن قبل نشرحها هنا remember عندنا بالأصفر remember يا ريت هنا تذكر عندك بالأصفر يعني هنا انه يمكن the car battery will supply a high electric circuit انه بطارية السيارة تسلط لنا تيار عالي ولذلك so they must be connected with thick wire ولذلك هي يعني تربط بوايرات غليظة thick wire وليس thin thick wire انا خطأ مطبعي كاتبين thick الان الدرس حول charged battery راح نكون الدرس مالتنا الرسم انا ما رسمته على السبورة لان جدا واضح بالكتاب راح أأشر عليه وهو بالكتاب راح نشوفه وهو بالكتاب شلون راح نشرحه راح ناخذ سورس السورس اللي هو تشارجر مصدر الشحن وناخذ باتري كار باتري بطارية السيارة بطارية السيارة طبعا شو تكون هي 12 فولت بينما السورس يكون 14 فولت هسه اول نقطة connected positive pole in car battery with what positive pole in source نربط القطب الموجب بالموجب and what negative pole with negative pole نربط الموجب بالموجب والسالب بالسالب بين من بين السورس و كار باتري هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الكتروموتيف القوة الدافعة الكهربائية فور سولز القوة الدافعة الكهربائية للسورز المصدر الشاحن تكون must be slightly higher than the electromotive of the car battery يجب أن تكون أعلى يعني بقليل من من بطارية السيارة about 14 فولت تيك ناخذها 14 فولت ليش يعني ليش هاي 14 وهاي 12 ليش اخذنا هاي 14 فولت بينما بطارية السيارة هي 12 فولت ليش اخذناها اعلى من عندها احنا راح نشحنها ب 12 احنا ما ندري بها هسه هي فارغة ما بها شحن راح اجيب شاحنة 14 فولت هي ما بها راح اشحنها اني فراح اعطيها 12 فولت لازم لانها تنشحن ب 12 فولت السؤال واي يعني ممكن يكون السؤال why the external source must be slightly higher than the electromotive of the car battery واللي هو السؤال ممكن يكون هنا must be slightly higher than the electromotive of the battery الجواب من كلمة taking أخذينا بنظر الاعتبار taking into consideration the loss potential in the potential in the internal resistance of the battery and the connections wire أخذينا بنظر الاعتبار loss potential the الجهد الضائع بالباتري ووايرات التوصيل أسلاك التوصيل لأن جهد راح يضيع بأسلاك التوصيل وبالمقاومة الداخلية internal resistance of the battery يكون مقاومة داخلية داخل راح يضيع بها جهد وجهد بالوايرات potential in last potential in what in connections wire and what and the internal resistance
of the battery. النقطة الثالثة remove، يجب إزالة remove the plastic covers، إزالة الأغطية البلاستيكية during the process charging to. ليش نزيل الأغطية خلال عملية الشحن؟ الجواب من كلمة to get rid of the gases، لي يعني للتخلص من الغازات المتولدة will be generated as a result كنتيجة تفاعل chemical reaction inside the battery نتيجة التفاعل الكيميائي. الآن maintaining the car batteries، maintaining عندنا العناية بالبطارية، عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى نحاول الكاميرا تكون قريبة عليها لمدة الكلمة تكون واضحة. عندك a voltage strength high current from the car battery for long time for long period of time. ليش يعني تجنب سحب كمية كبيرة من تيار البطارية لفترة طويلة؟ لأن ذلك عندنا والجواب راح يكون من كلمة because that will generate a large amount of temperature which damage the battery، لأنه راح تولد لي كمية كبيرة من الحرارة اللي تتلف لي البطارية. ثانياً two، the level of acid solution electrolyte must be slightly higher than the level of the battery plates، يكون إنه المستوى المحلول يجب أن يكون أعلى، مستواه يكون أعلى من المستوى الألواح في الباتري. في حالة in the case solution is less result، يعني في حالة نقصان المحلول عندنا، نقصان هذا solution قل، نتيجة شنو هذا؟ ليش يقل المحلول؟ result of evaporation due to using distilled water needed to be added making the sure that the relative density for the solution for of the battery is 1.3 approximately 1.3. يعني هنا يقول لازم المحلول يكون أقل، المحلول لازم المستوى يكون أعلى من مستوى الألواح. في حالة نقصان، هاي ترجمة مالته، في حالة نقصان مستوى المحلول بفعل شنو؟ بفعل التبخر، اللي راح نضيف للماء المقطر، ستيلد ووتر، نضيف لماء مقطر، وانتم شايفيها هاي شلون نضيفون ماء مقطر للباتري. لكن لا يجب ان نلاحظ انه نحافظ على ريليتيف دنسيتي، نحافظ انه تكون الكثافة النسبية دائما تساوي 1.3، يعني تقريبا approximately 1.3. 3 ثالثا، النقطة الثالثة، the battery should not be left for a long time، يجب أن لا تترك البطارية يعني وقت كبير بدون استخدام without using because that will cause making an insulate layer of sweat on the board، راح تكون لنا، لأن هذا تركها فترة طويلة بدون استخدام راح تتكون عندي طبقة عازلة من الكبريتات على البورد. Thank you for listening.